يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان يأتيني صدقات من فاعلي الخير لأوزعها. نعم. يقول إذا كانت تأتيني الصدقات من أهل الخير لأوزعها، وعندما يأتيني محتاج في بعض الأحيان وليس عندي صدقة فإني أعطيه من مالي الخاص ثم أسترده بعد ذلك من الصدقات. لا إذا لا جاءت لا ما يصلح هذا، ثم أعطه من مالك الخاص صدقة منك أنت، وإلا قل له على الله رح ترزق الله ما عندي شيء بس. نعم.